بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع كثر اللغط فيه، وهو دور الهيدروكسيكلوريكين في الكوفيد 19، أو هنسميه القول المتين في استخدام الهيدروكسيكلوروكين. اللي أنا عايز أقوله إن الكلام دلوقتي بدأ على دوره، هل هو فعال ولا مش فعال في البريفنشن وفي التريتمنت. لكن مبدئيا بنقول ان الفيروس بينفكت السيل، وبعد ما بينفكت السيل بيروح لللايزوزايمز بتاعت السيل وياخد منها الانزايمز عشان يصنع منها الار ان اي ماتيريال بتاعته في وجود الار ان اي بوليميريز انزايم، وبالتالي المادة بتاعته تتكون ويخرج وينفكت اذر سيلز. الهيدروكسيكلوريكين بيشتغل عن طريق ان هو بيتشنج البي اتش بتاعت اللايزوزوم، وبالتالي البي اتش ديت لما بتبقى الكالوتيك الفيروس ما بيقدرش ياخد الماتيريال والانزيمز عشان يصنع بيها الار ان اي بتاعه، وبالتالي ما يقدرش يتكون. كمان الهيدروكسيكلوريكين بيأكت از ازينك ايونوفور، يعني هو اللي بيدخل الزنك، اللي هو لما بيخش الزنك عنده الكابابيلتي ان هو ينهبت الار ان اي ديبندنت بوليميريز انزيم. وبالتالي بنقول ان الزنك بينهبت الكورونا فيروس، صح كده؟ الار ان اي بوليمريز اكتيفيتي. مين اللي بيدخل الزنك؟ اللي بيدخل الزنك هو الهيدروكسيكلوريكين. يبقى الهيدروكسيكلوريكين والكلوريكين از ازنك ايونوفور، وطالما هو زنك ايونوفور يبقى ليه دور في ان هو ينهبت الايه؟ الفيرال مالتيبليكيشن. في الحقيقه قلنا من زمان ان الفنتريكولار اريزميا ريسك بتاع الهيدروكسيكلوريكين والازيثروميسين الاثنين مع بعض، لان هم بيعملوا برولونجيشن للكيو تي انترفال، وطالما الكيو تي انترفال هيحصل فيها برولونجيشن بتو دراجز يبقى ممكن السايد افكتس تزيد، وبالتالي يبقى لو العيان عنده مشاكل زي اللي حضراتكم شايفينها كده، السن الكبير والفيميل 6 واللوب دايوريتك والبوتاسيوم لو قليل، ممكن يبقى في عندنا كومبليكيشنز من هذا الدواء، خصوصا لو استخدمنا معاه دواء تاني زي الانتيبيوتيك اللي هو مجموعه الماكرولايتس. ده خلى الميدسكيب يطلع ويقول ريسنت ستادي بتقول ان الكوفيد 19 بيشنت حوالي 93% منهم بيبقوا تريتد بالهيدروكسيكلوريكين، بيبقى معاهم انكريزد في الكيو تي انترفال والدواء ان افكتيف. وكمان الاف دي اي كوشنز اجينست اليوز اوف هيدروكسيكلوريكين بدات تتكلم، لان وجدوا ان هو مش بيفرق معاهم قوي في التريتمنت، لا ده كمان بيزود المورتاليتي. وبالتالي اصبح الهيدروكسيكلوريكين دوت يعني عامل زي الدواء اللي هو اللقيط اللي مش لاقي حد يدافع عنه، لانه هو دواء رخيص وفي نفس الوقت ما حدش بيتكلم عليه قوي في الفاليو بتاعته، وهيبتدوا يقولوا ان الوفيات منه بدات تزيد والفنتريكولار اريزمياز بدات تزيد. تمام، طلعت علينا المجله ديت اللي هي اللانسيت، واتكلمت على الهيدروكسيكلوريكين والكلوريكين with or without macrolide for treatment of COVID-19، وقالوا ان احنا هنعمل المالتي ناشونال ريجستري اناليسيز، وكان في الحقيقه الرد بتاعها بالنسبه لنا مفاجئ جدا، خصوصا ان الهيدروكسيكلوريكين كان تم اعتماده في البروتوكول المصري، وكلنا تقريبا ان لم يكن معظمنا كان بيعالج بيها. يبقى الاف دي اي واللانسيت والميديسكيب والورلد هيلث اورجنايزيشن كلهم اجتمعوا على الهيدروكسيكلوريكين وقالوا ان هو بيزود المورتاليتي ومش فعال. وطلعت اللانسيت بهذه الدراسة اللي جابت فيها حوالي 100,000 عيان، واشتغلوا بعد ما عملوا اكسكلوجن على 2000 تقريبا عيان، اشتغلوا على 96,000، خدوا منهم 80 ككنترول، وحوالي 15,000 خدوا الهيدروكسيكلوريكين والكلوريكين with or without الايه الماكرو لايت. في الحقيقة هنا انا يعني هستعير مصطلح طبي من استاذي الاستاذ الدكتور اسامه طايع، وهو استاذ رعايه حالات حرجه في كليه طب القصر العيني. قال ان البيبر ديت، وفي الحقيقه هو اول واحد فندها، وقال ان الشيطان يكمن في التفاصيل. والشيطان يكمن في التفاصيل هو في الحقيقه فند فيها مجموعه من الاراء المحترمه، وانا في الحقيقه هستعين بيها كامله، لان فعلا اراء سديده وفي موطنها بالظبط. وجي من وراه هذا الخواجه الفرنسي اللي هو راؤول، وتقريبا يعني فند الكلام بصوره مقاربه لصوره استاذنا الاستاذ الدكتور اسامه طايع. استاذ الدكتور اسامه طايع في الحقيقه انا يعني شفت له هذا الكومنت على البيبر وهو مبروزه باللون الاحمر، وهو بيقول ان الناس اللي اشتغلت هذا الشغل ما عملوش
ميجرمنت للكيو تي انترفال على لسانهم وما عملوش استراتيفيكيشن للاريزميا، وكان في عدم قياس للهوسبيتال مورتاليتي بالدايركت ريليشن شيب للدراج، والدراج دوز ما حدش اتكلم عليها وقال هم اللي بيقولوا هذا الكلام، وكان موجه ليهم هذا النقد. كمان الاستاذ الدكتور اسامه طايع قال ان احنا من الجدول ده اللي احنا هنوريه لحضراتكم نقدر نستنتج قد ايه ان العيانين اللي اشتغلوا عليهم دول كانوا كلهم كوموربيديتيز، كوروناري هارت ديزيز، كونجستيف هارت ديزيز، اريزميا، دايابيتس، هايبر تنشن، هايبر ليبيديميا، سي او بي دي، سموكر، اكس سموكر، ايمونو سابريست. والسن، السن كان كبير، والبي ام اي كان اوبيز، والكوموربيديتيز كانت كتير. فبالتالي انت حكمت على العيان دوت في فتره متاخره جاي بكوموربيديتيز في اولد ايج بهايبوكسيا، فكان هذا الحكم الى حد ما يعني غير موفق في ان انت تطلع بهذا الدوكيومنت. بعد كده لو اتكلمنا هنقول الهيدروكسيكلوريكين والكلوريكين هل دول مفيدين في البريفنشن ولا لا؟ في الحقيقه مش كتير قوي بيسجست الدور بتاع الهيدروكسيكلوريكين في البريفنشن، لان زي ما اتفقنا هو بيشتغل بعد ما الفيروس ينتر السيل بيتشنج البي اتش بتاعت اللايزوزومز، وبالتالي ما يقدرش ياخد الماتيريال والانزيمز، ما تعرفش تشتغل. وبالتالي قالوا ان مفيش currently studies للهيومنز على الهيدروكسيكلوريكين في العيانين اللي عندهم كوفيد 19، يبقى لو سمحت مش عايزين نجري وبصوره سريعه ان احنا نقول ايه الدواء ده حلو فيه البروفيلاكسيس وكل الناس تتكالب عليه، especially ان احنا لسه في still evidence still lacking for prophylactic chloroquine and hydroxychloroquine in COVID-19. وطلعوا بالدوكيومنت دوت وقالوا they should be avoided او avoid misuse of hydroxychloroquine and chloroquine for prophylaxis of COVID-19، لان absolutely no data to support this. والكلام دوت المفروض ان احنا يعني الى حد ما مش بنعيب قوي على اللي هو بيديه كبروفيلاكسيز، وفي نفس الوقت بنقول ان هو كبروفيلاكسيز هو بيشتغل بعد ما الفيروس ينفكت السيل، فهو هيبقى اوقع استخدامه في التريتمنت راذر ذان بينج بروفيلاكسيز. وقبل ما بننتهي بنقول خد بالك من اتنين، جعان عمل له قرشين وجاهل اتعلم كلمتين، ربنا يكفينا شر الجهل والجهلاء. و بنتساءل السؤال الأخير ده، هم لما قالوا في الصيف هيموت لوحده كان قصدهم المواطن ولا الفيروس؟ ربنا يحمينا جميعا، وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بكل أساتذتنا اللي بنكن ليهم كل احترام، وربنا يحفظنا من هذا الوباء. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.